سكان جماعة زينات بإقليم تطوان يتعايشون مع محنة العطش بالرغم من أن المنطقة تضم سدين كبيرين. مشروع للربط بشبكة الماء الصاروب برمج منذ العام 2011، ومع ذلك ظلت الساكنة تنتظر والمشروع ظل متعطرا. في نشرة أيضا، أزيد من 8000 نسمة من ساكنة جماعة زينات بإقليم تطوان تعيش محنة العطش بالرغم من أن المنطقة تضم سدين كبيرين. مشروع برمج للربط بشبكة الماء الشروب منذ العام 2011، ومع ذلك ظلت الساكنة تنتظر والمشروع ظل متعطرا. ريبورتاج صديق بن زينة فريد غيتو. ساكنة جماعة الزينات بإقليم تطوان تعيش العطش، وهي التي تستفيق يوميا على منظر حقينة سدين كبيرين، سد النخلة وسد الشريف الإدريسي. الماء هناك وليس هنا. في بيوت 36 دوارا تعيش ساكنتها محنة العطش بعد أن شحت الأمطار وجفت الآبار. الماء يعني ما صالحش للشرب، يعني فيه واحد الملوحة، وحنا كنعملوا واحد المجهود باش كنشريو كنصفيو الماء، وبعد المرة كنشريو الماء، بعد المرة كنسقيو الماء من المقطع اللي فيها الماء صالح للشرب. حنا كنعاني واحد معاناة ما نقول لكش. مع العلم انه المشروع ديال توزيع المياه يعني هذه سنين، يعني هذا تقريبا 10 سنين هذه باش خرج المشروع ديالو، وحنا لحد الساعة باقي ما استفدناش. ويتعلق الأمر بمشروع قديم صار مثل أسطورة لا تصدقها الساكنة، إنه مشروع للربط بشبكة الماء الشروب انطلق قبل حوالي 6 سنوات، لكنه ظل يتعطر على عتبات الإدارات بتبريرات مختلفة. واليوم يؤكد مسير الشأن المحلي بجماعة الزينات أن المشروع بلغ مرحلة استقبال طلبات الساكنة للربط بالشبكة. بدينا كنتلقاو دابا الطلبات ديال الساكنة من أجل ربط الماء، ولكن كتبقى اللي كيتقل العاتق ديال الساكنه هي التكلفه ديال الربط. ولهذا كان مؤخرا واحد اجتماع ووعدونا الناس ديال المكتب الوطني ديال الماء، يعني لابغونش ديال الماء، بانهم بالنسبه لجماعه الزينات دو سونتر يعني المركز غادي يكون على حسب المساحه ديال المنازل، اما بالنسبه للدواور غادي يكون في حدود 3500 درهم. وإلى حين البت في طلبات الساكنة من أجل الربط بشبكة الماء الشروب وإنهاء كابوس العطش، ستظل ساكنة الزينات في محنة البحث عن الماء في منطقة تؤوي سدين منيعين واسعين من المياه المجمعة.